انضم ممثلون في هوليوود لإضراب الكتاب المستمر منذ أيار الماضي، ويسعى الممثلون للضغط على شركات الإنتاج لرفع الأجور وتحقيق المساواة في قطاع الإنتاج الفني العالمي. نتابع. إضراب كبير يشل هوليوود ويهدد قوة الولايات المتحدة الناعمة. ينضم الممثلون للكتاب في إضراب مزدوج، هو الأول من نوعه منذ 60 عاماً، ضربة جديدة للقطاع الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات، تحذر من تفاقم الأضرار الاقتصادية التي بدأت في مركز الإنتاج الفني العالمي منذ أيار الماضي، في وقت يعاني فيه بالفعل من أثر تغييرات في نموذج عمله. في مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس خرج ممثلو هوليوود إلى جانب كتاب الأفلام والبرامج والمسلسلات التلفزيونية، وهم يهتفون بشعارات ويلوحون بلافتات عبر تجمعات ومسيرات كبيرة، مما أجبر كبرى الأستوديوهات الأمريكية على وقف الإنتاج بسبب خلافات رفع أجور العاملين. أنا هنا لأنني عضو في نقابة ممثلي الشاشة، وأيضاً بسبب اتحاد الكتاب وجشع الشركات الذي جعل من الصعب جداً على الناس أن يعيشوا. أنا هنا أيضاً لأنه يجب التعامل مع قضايا البث والذكاء الاصطناعي الآن. وتطالب نقابة ممثلي الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون مع نقابة الكتاب الأمريكية برفع الأجر الأساسي ورسوم البث الحي عبر الإنترنت، إضافة لضمانات بألا يحل محلهم الذكاء الاصطناعي. أمل أن يكون الإضراب فعالاً لأننا نتحدث نيابة عن العمال في أنحاء البلاد وفي العالم. هذا التفاوض سيؤثر على الجميع، وإذا لم نتحكم في هذا الوضع ضد هؤلاء المصابين بجنون عظمة سنهدد جميعاً بفقدان مصادر رزقنا. ومن أجل تكافؤ الفرص يسعى المضربون للمساواة ورفع الأجور، إضافة إلى الحصول على تأمين صحي والتأكد من تعويضهم بشكل عادل. ولمزيد من التحليل معنا من واشنطن المختص بالشؤون الأمريكية الأستاذ إيهاب عباس. أهلا بك أستاذ إيهاب. أستاذ، يعني كيف تقرأ أنت اليوم هذا الإضراب، يعني إضراب الكتاب وأيضا انضمام الممثلين لمثل هذا الإضراب، كيف يؤثر أيضا على عمل هوليوود بشكل عام؟ أستاذ إيهاب هل تسمعني؟ عفوا نعم، لقد كان الميكروفون مغلقا أعتذر. نعم أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين. يعني هذا الإضراب هو إضراب كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذه النقابة، نقابة الممثلين للراديو والتلفزيون ونقابة الكتاب وروائيين الأمريكيين، تضم في عضويتها أكثر من 170 ألف شخص، كلهم أو معظمهم سيتأثر بالسلب بدخول أولا الذكاء الاصطناعي على الخط الذي سيحل محلهم، خاصة فيما يعرف بالإنسامبلز أو بالإكستراز أو الممثلين الذين يملؤون الشاشة بجانب أبطال العمل الذين يتحركون في الخلفية. هؤلاء عادة يشكلون الفئة الأغلب والأعم في هذه النقابة ويتقاضون أجورا بسيطة ولكن تساعدهم على العيش في الحياة وأن يكون لهم وضع جيد نوعا ما. هؤلاء سيختفون اختفاء كليا بسبب الذكاء الاصطناعي الذي ستدخله الشركات بدلا منهم ليحلوا محلهم في الخلفيات عن طريق الجرافيكس. هذا جانب. الجانب الآخر أن أيضا الكتاب الأمريكيين لديهم مشكلة اليوم، أن الشركات الكبرى بدأت تحاول أن تستعين بالذكاء الاصطناعي لكتابة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية ومسلسلات الراديو لهذه الشركات، وبالتالي يتم الاستغناء عن البشر في كتابة هذه المواضيع والسيناريوهات المتعلقة بها. هذا جانب. الجانب الثالث أيضا أن الممثلين اليوم الأمريكيين الذين يتضامنون مع بعضهم ومع الكتاب ويقيمون هذا الإضراب يعترضون على فكرة ما يسمى بالريزيجوال بايمنتس أو الدفع في مقابل إعادة بث العمل الذي شاركوا فيه في على منصات التواصل منصات البث المختلفة كنتفليكس واتش بي او وهولو إلى آخره. بمعنى هؤلاء من المفترض أنه كلما تم بث الفيلم أو المسلسل الذي يشاركون فيه عبر أي وسيلة من هذه الوسائل يتم الدفع
الدفع مقابل هذا البث، وبالتالي يحصلون على أموال، مصدر للدخل مستمر لا ينتهي طالما أعمالهم يتم بثها. اليوم الشركات الكبرى تقوم بقطع هذا الدخل الإضافي أو ما يسمى بالريزيجوال، وبالتالي سيكون هناك مشكلة كبيرة لهم في إمكانية العيش ودفع فواتيرهم إلى آخره. خلاصة الموضوع اليوم أن الذكاء الاصطناعي مع ما قالته رئيسة النقابة في التقرير الذي أضعتموه من جشع أصحاب الشركات، ونتحدث عن الشركات الكبرى التي تقوم بالإنتاج، هو الذي سيؤدي إلى خراب هذه الصناعة في المستقبل. لكن أستاذ إيهاب، يعني اليوم من يتابع المشهد، يعني هل نتوقع أن يكون هناك استمرار لمثل هذه الإضرابات؟ هل نتوقع أن يكون هناك لربما جلوس من قبل الشركات الكبرى بإنتاج الأفلام وأيضا من مسلسلات إلى آخره مع من يحتج اليوم في الشارع، أم لربما سيصل الموضوع إلى الإدارة الأمريكية وإيجاد حلول أو إلى حاكم أيضا كاليفورنيا؟ يعني في نهاية المطاف هذا الأمر هو متعلق بصناعة خاصة وليس للحكومة الفيدرالية دخل في هذا الأمر. ربما حكومة ولاية كاليفورنيا تستطيع أن تساعد على إنهاء هذا الإضراب بالتدخل، ولكن لن تستطيع أن تفرض على أي من الطرفين أي من القوانين. أنا كان سؤالي بالنسبة للحفاظ على حقوق يعني من يحتج في الشارع اليوم. من يحتج في الشارع والحفاظ على حقوقه ليس أمامه سوى المحاكم طبقا للقانون والدستور الأمريكي، وهم يطالبون أصلا، لأن هذا غير موجود، نحن نتعرض لحدث هو غير موجود وغير يعني متسق مع القانون الأمريكي أو الدستور الأمريكي. يعني عندما تبحث فيه لن تجد مواد متعلقة مباشرة تتحدث في هذا الأمر. لذلك هم يطالبون بأن يكون هناك ضمانات لحقوقهم تضمنها هذه الشركات الكبرى، وإلا لن يعودوا إلى العمل، بمعنى أن تضمن لهم أنه كلما تم بث العملات شاركوا فيها يحصلون على مقابل، أن تضمن أن الذكاء الاصطناعي لن يتغول على وظائفهم ولن يجلس الكتاب الحقيقيين في المنزل في مقابل أن يكون الذكاء الاصطناعي هو الكاتب وهو الراوي وهو السيناريست. اليوم حتى بعض الشركات بدأت تستعين بفويس أوفر أو الأداء الصوتي في بعض الأفلام وبعض الإعلانات بالذكاء الاصطناعي بدلا من البشر الحقيقيين، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة ستواجه قطاع الصناعة، صناعة الترفيه في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة السينما والتلفزيون والراديو. شكرا. إذا كنت معنا عبر سكايب من واشنطن المختص بالشؤون الأمريكية الأستاذ إيهاب عباس، شكرا جزيلا لك.